بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر إشي عملناه إحنا اللي هو كيان الزبون. طبعا في هذا الدرس راح نسوي كيان الشركات وكيان المصروفات. طبعا كيان الشركات أنا جهزته أصلا قبل ما أبدأ التصوير، بحكم أنه ما في إشي جديد، يعني ما رح نتعرف على حركات جديدة، على خطوات جديدة، نمطها مثل نمط بعض الصفحات السابقة، فبالتالي سويتها وجهزتها اختصارا للوقت، بس برضو بدي أتبع معاكم إحنا كيف اشتغلناها. أول إشي أنا أنشأت جدول في داخل قاعدة البيانات، هذا الجدول اسمه CO، يعني برمز لكمباني. هذا الجدول بتكون من الحقول التالي اللي هي سي، معناها او اختصار لكمباني، سي نيم، سي ادرس، كمباني فون، كمباني نوت اللي هي ملاحظات الشركة اذا في ملاحظة معينة. طبعا انت بتضيف مثل ما بدك حقول، بتحذف مثل ما بدك، وفاهمين الفكرة. طبعا هذه الحقول بتتملى من البيانات الموجودة في هذه التكست بوكسز، ثم بتدخل في داخل هذا الجدول من خلال الاستعلام انسيرت. طيب في هذا الجدول أنا اخترت المفتاح الأساسي اللي هو رقم التلفون، وهنا أنا اختصرت على نفسي خطوات بالذات في موضوع الرقم التسلسلي، علما أنه فكرة الرقم التسلسلي في إلها عدة طرق أنك تتخلص من فكرتها. فكرة أنه أنا لما أجيب مفتاح أساسي رقم تلفون هي عبارة عن معلومة تحصيل حاصل، يعني المستخدم بده يدخلها غصب عنه، فبالتالي طبعا أنت ممكن تضيف له ملاحظة. برضو فكرة أنه ليش اخترت رقم التلفون، لأنه لكل شركة رقم تلفون، والشركة مرة واحدة بتنكتب معلوماتها، ما بتضطر انك تكرر معلومات هذه الشركة اكثر من مرة في نفس الجدول، فبالتالي رقم التلفون بده ينكتب، ورقم تلفون كل شركة بيختلف عن رقم تلفون الشركة الأخرى، إذن هي مناسبة إنها تكون مفتاح أساسي. الآن إحنا لما نضيف مفتاح أساسي رقم تسلسل إيش مكان، يعني رقم ملوش معنى، رقم التلفون إله معنى، فبالتالي بيعرف المستخدم إنه بده يدخله، بس لو كان رقم ملوش معنى 1 2 3 4 رقم تسلسلي، أنت هنا بتوه المستخدم إنه يعني المستخدم مش مشكلته يقعد يفكر معك في قواعد وقوانين الداتابيسز أو SQL database علشان تقعد تقول انه هذا الرقم ممنوع يكون رقم متكرر، ولازم مثلا تتذكر اخر مرة دخلت 5 اذا هالمرة بدك تدخل 6 ولا الاستعلام ما بيقبلها. فبالتالي في هذه الحالة الاصل انك انت تبرمج البرنامج يسواها لوحده وما توجع راس الزبون في حال ما كانش عندي معلومة تصلح تكون مفتاح اساسي. يعني هون عندي انا رقم التلفون يصلح يكون مفتاح اساسي، بس مثلا في جدول مثل جدول الاصناف مثلا، يعني حسب ما أتخيل أنه ما رح يكون عندي حقل يصلح، يعني اسم الصنف ما بصلح يكون أساسي، التكلفة الإجمالية للصنف بحكم أنه التكلفة قابل أنها تكون عند أكثر من صنف، فبالتالي ما بصلح أنه يكون أساسي. تمام، ففي هذيك الحالات إحنا بنضطر أن نختار حقل من عنا. بعد هيك طبعا باقي الخطوات، طبعا هذه برمجة هذا الزر اللي هو زر الحفظ، فبالتالي بيأخذ البيانات بيدخلها على قاعدة البيانات ثم بسكر الديالوج. طبعا عندنا هذا البوتون 1 أنا ضايفه بس هيك يعني قبل ما إني أحفظ التطبيق أو الابليكيشن بشكل نهائي. هذا إيش بيعمل؟ بفضيلي جدول الكومباني اللي هي ديليت للبيانات اللي داخل التابل، وإحنا متفقين إذا بدي أعمل ديليت نهائي للتابل باجي على الأمر الدروب ديليت نهائي الى التابل، يعني احذف الجدول النهائي، بس الامر ديليت او الاستعلام ديليت بيحذف البيانات اللي في داخل هذا الجدول. طيب طبعا هنا بيحذف جميع البيانات، ممكن اني انا اضيف شرط معين يحذف بيانات محددة، يحذف مثلا موظف معين، يحذف مثلا موظفين بنت ولا منطقة، يحذف يعني حسب معايير معينة. وبرضو هذه دالة انشاء الجدول اللي رح يظهر عندنا في الشاشة، يعني خلينا نجربه. لو جينا هون عند اضافة، جينا قلنا له مثلا اسم الشركة الموارد مثلا، او خلينا نسميها بالانجليزي، العنوان مثلا عمان، طبعا عادي بيقبل في العربي، بس الإيميوليتر اللي عندي أنا ما بيقبلش في العربي، بس البرنامج بيقبل بالعربي عادي بدون أي مشكلة. رقم التلفون مثلا، هذا رقم التلفون، وملاحظات مثلا أي ملاحظة ما في مشكلة، وبعدين باجي بعملها سيف. لو جينا هنا طبعا هنا بجيب لي المفتاح الأساسي اللي دخل، يعني هذا الليبل الأصل إنه يكون انفيزابل. تمام،
هذا ريفرش، بس انا مظهر انك قاعدين مشتغل. لاحظوا معي هاي اضافه البيانات دون اي مشكله، هاي اون سكرين دوت انشلايز ما فيش فيها اي شيء زياده، وهنا زر الرجوع. الان احنا اشتغلنا حقل او اشتغلنا شاشه البوكس اللي هي شاشه قديش انا معي مصاري، وفي شاشه البوكس احنا يعني صورنا لها فيديو، ولكن انا عدلت عليها شويه تعديلات. خلينا نتذكر انه شاشه البوكس تتكون من الحقل اي دي، وبعد الحقل اي دي بتتكون من كوست وديت ونوت، تمام؟ علشان احل مشكلة الرقم التسلسلي، في المرة الماضية اعطيتكم حل معين، في هذا الدرس انا ضفت حل اخر اللي هي فكرة الاوتو انكريمنت. طبعا فكرة الاوتو انكريمنت انا شرحت عنها سابقا او حكيت عنها سابقا، بس مش غلط انه نحكي عنها كمان مرة. يعني مثلا لو كان عندي تيبل معين، خليني اجي هون اعمل له كرييت تيبل. هذا التيبل مثلا اسمه ماين، ايش ما كان اسمه. هذا التيبل بيحتوي على الحقول مثلا بي كي، وهذا الحقل نوعه انتجر، برضو بيحتوي على حقل مثلا نيم، وهذا الحقل مثلا نوعه تكست. الان هذا رقم تسلسل البي كي، فبالتالي انا بدي اختار اول شيء مفتاح اساسي، وما بدي اوجع راس المستخدم انه يضل يدخل المفتاح الاساسي، باجي بعمل له اوتو انكريمنت. هاي اوتو انكريمنت، لاحظتوا كيف بنكتب؟ بنكتب كرييت تيبل، اسم التيبل، وبعدين الحقول نفس قبل. اللهم انه عندي برايمري كي، بنقول اسم حقل البرايمري كي، وبحده بنكتب في حروف كابيتال اوتو انكريمنت، وطبعا بدون سبيس بينهن، اللي هي اي يو تي او اي ان سي ار اي ام اي ان تي اوتو انكريمنت. طبعا في هذه الحاله راح لحاله البرنامج يصير كل مره يضيف مفتاح اساسي، فبالتالي انت ما بتوجع راسك في موضوع اضافه المفتاح الاساسي. وهذا الحكي انا عملته او عدلته على جدول البوكس، فبالتالي انا اختصرت على حال كثير خطوات وجعت راس. طيب الان في صفحه البوكس انا موجود عندي، اذا متذكرين طبعا البوكس شرحناها، انتوا عارفين انها شرحناها، فبالتالي انا بس يعني باجي على كيان معين، انتوا عارفين كيف برمجنا، بس بدي اورجيكم شغله. عندنا هنا البوكس داتابيز، في البوكس داتابيز اتفقنا انه بدنا نخزن فيه قديش معي مصاري، تمام؟ البوكس داتابيز عباره عن قاعده بيانات من نوع تيني داتابيز، متذكرين هذا الحكي. طيب البرنامج شغال 100% دون اي مشكلة، يعني هاي مثلا بدي اضيف مبلغ، بدي اضيف 50 مثلا، هذا مبلغ 50 واضافة مبلغ وايش ما كانت الملاحظة، وبنيجي بنعمل حفظ الحركة، لاحظوا انه ضاف لي هذا المبلغ. المشكلة انه افترض انه انت سويت البرنامج وبعدين اعطيته لمحاسب، هذا المحاسب يستعمله مثلا، اول ما يفتح البرنامج، شوف اول ما يفتح البرنامج هون ايش بيعمل، بيجي بكله جيب لي القيمه اللي موجوده في داخل قاعده البيانات جلوبال بوكس، اللي هي يعني الجلوبال بوكس بتجيب القيمه الموجوده في قاعده البيانات ثم بتجربها لهذا المكان علشان تضيف عليها القيمه اللي دخلها المستخدم، ما في مشكله بالمره لحديت هون. الان المشكله يا جماعه انه التيني داتابيز لما المستخدم هسه ياخذ البرنامج، التيني داتابيز بتكون نل، بتكون فارغه، بتكون نل، تمام؟ فبالتالي انا باجي بقول له اجلب لي هاي جيت من هون، اجلب لي القيمه اللي موجوده في داخل التيني داتابيز واجمع عليها الرقم. منطقيا لما اجمع انا لا شيء مع رقم ما بنجمع، وصلت الفكرة؟ فبالتالي هذا رح تصير هذه المشكلة أول ما المستخدم يشتري البرنامج، رح تصير عنده هذه المشكلة إنه أو أول ما المستخدم ينزل البرنامج إنه رح يعلق وما يرضى في داخل البوكس يضيف له قيم. يعني رح يجي البرنامج يحكي له أنا لما بدي أضيف رقم على نل على ولا إشي ما بزبطش، لازم أضيف رقم على رقم، على صفر على ناقص عشر على عشرين. فبالتالي منشان نتغلب على هذه المشكلة ضفنا عند وين سكرين دوت انشالايز، تمام، او البوكس اللي هي سكرين دوت انشالايز هذا الاف. الان لو ما ضفناش هذا الاف، يعني لو كان الوضع هيك، هذا الوضع الطبيعي، لو كان الوضع هيك باجي بحكي له اول ما تشتغل الشاشة
القيمه طبعا كبدايه جلوبال زيرو، ضيف لي هذه الجلوبال زيرو كم مبدئيا على الليبل 3، ثم اجلب، يعني هذول التنتين ممكن نستغني عنهم ما في مشكله، ثم اجلب لي القيمه المخزنه في داخل البوكس وخزن لي اياها في داخل المتغير. المتغير عباره عن وسيط، وسيط لاني انا بدي استعمل هذه القيمه اكثر من مره، فبالتالي بخزنها في المتغير وبصير اجيبها من المتغير اريح لراسي، تمام. ثم القيمه اللي في المتغير اظهر لي اياها على الليبل 3. لعند هنا الوضع تمام. الان هذا التين داتابيز، لما اجي اسوي العمليه الحسابيه زي ما ورجيتكم قبل شويه، بدي اجيب القيمه الموجوده في التين داتابيز واجمعها. طيب ما في مشكله لانه موجود عندي قيمه. طب لو جينا عملنا ديليت، جينا صفرنا، تمام، عملنا ديليت وعملنا هنا ريفرش كومبانيون، لاحظوا معاي انه شو صار عندي هنا المبلغ الكلي. المبلغ الكلي صار عندي نل، تمام. فلما بدي اجي اطبق هذه القاعده اللي هون، يعني بدي اجي احكي له تعديل على المبلغ الكلي، ضيف لي 50 مثلا على المبلغ اللي موجود في داخل التيني داتابيز، يعني 50 زائد فراغ، راح تلاحظوا انه راح يعطيني ايرور، بكل ما بقدرش اعمل هذه اوبريشن جمع. ليش؟ لانه امتي سترينج، يعني انا ما بقدر اجمع 50 مع نص او مع نل، خلينا نقول نل يعني امتي سترينج، يعني فيش نص، ما فيش نص زائد 50 ما بزبط، لازم 50 مع صفر، 50 مع اشي. فشوفوا ايش عملنا هون، جينا هنا حكينا له اف، وبعدين جبل لي القيمة الموجودة في داخل قاعدة البيانات، أو جبل لي استدعي لي التيني داتابيز، استدعي لي التيني داتابيز. إذا كانت التيني داتابيز إز إمتي، إذا كانت فاضية، تمام، نفذ أي إشي. الآن الإشي اللي بدي أنفذه إني أنا بدي أظهر على الليبل، على هذا المكان اللي هو الليبل 3، الرقم صفر، علشان لما أصير أجمع أجمع مع صفر، تمام، علشان لما أصير أجمع أجمع مع صفر. فبالتالي أول ما أفتح الشاشة، إذا يعني هذه الإف تستخدم لما المستخدم يجيب البرنامج لأول مرة، بعدين ببطل إلها لزوم. أول ما يشتري المستخدم البرنامج وأول ما يفتح الشاشة لأول مرة، فقط لأول مرة تيجي بتفحص لي إذا كانت هذه التين داتابيز فاضية، تعال اظهر لي في هذا المكان صفر، تمام. بعدين شوف شو تعمل. طبعا اظهر لي هذا الصفر اذا كانت فاضية، لسه انا ما عملتش ولا اي حركة، تمام. اذا ما كانت فاضية، اذا ما كانتش فاضية، يعني كان في التيني داتابيز مخزن ارقام بتطنش لي هذا الحكي، كمان مرة بدي اعيده، افحص لي اذا التيني داتابيز فاضية، يعني نال، يعني مش موجود فيها قيمة، تعال جيب لي في هذا المكان صفر، وهذا المكان كمان شوية بنخزنه في داخل التين داتابيز، تمام؟ إذا ما كانت فاضية، يعني أنا فتحت هذه الشاشة للمرة الخامسة أو العاشرة وأنا ضايف فيها قيم، شو تعمل؟ تعال جيب لي القيمة اللي في التين داتابيز وخزن لي إياها في المتغير، بعدين احفظ لي إياها على الليبل. طبعا بتكون القيمة 10 20 30 ايش ما كان، فبحفظ ليها على الليبل، تمام. الان ليش انا اظهرت هذه القيمة على الليبل في هذا المكان؟ علشان يعني راح اسوي عملية حسابية معينة. طبعا هنا باجي بقول له نفس العملية السابقة، انه خليني ارجع هون في هذا المكان، اجلب لي، خزن لي، اظهر لي على الليبل رقم زيرو، ثم في هذا المكان بننفذ العمليات بطريقة طبيعية، اجلب لي القيمة اللي في داخل المتغير الرقمي واجمع لي اياها على التكست بوكس، ثم خزن لي هذه القيمة في المتغير، ثم خزن لي المتغير في داخل التيني داتابيز، ثم اظهر لي قيمة التيني داتابيز على الليبل. تعالوا خلينا نعمل ريفرش كومبانيون، هذا ريفرش كومبانيون، لاحظوا معاي الآن قاعدة البيانات فاضية، فبالتالي ضفل صفر، فبالتالي أنا لما بدي أجمع بدي أجمع مع صفر مش مع ولا إشي، تمام. لما بدي أجمع مع حرف أو مع ولا إشي ما بزبطش، الآن بدي أجمع مع صفر. خلينا نجي على التعديل على المبلغ الكلي ونجي نقول مثلا المبلغ 55 وملاحظات إيش ما كانت وحفظ الحركة، لاحظته. طيب خلينا نيجي على سكرين 1، هاي سكرين 1،
تمام. بعد سكرين 1 بدنا نرجع على بوكس. لاحظوا معي الان جلب الرقم من وين؟ من داخل التيني داتابيز. يعني هذا الرقم انحفظ على طول، المقصد انحفظ هذا الرقم على طول، تمام. وممكن انه انت مثلا تقول لي طب انا بتعامل مع قاعدة بيانات من نوع SQL، عادي باجي بحكي له جيت القيمة الموجودة في التيني داتابيز وخزن لي اياها في داخل حقل، اي حقل في اي جدول، ممكن في هذا الجدول، في داخل اي حقل في اي جدول من جداول قاعدة البيانات اللي من نوع SQL، تمام. يعني في هذا الطريقة، أنا هذا القصد، بتضيف هنا حقل، أنت بتنشئ جدول آخر وبتضيف هنا حقل وبتخزنه في داخل هذا الحقل. وصلت الفكرة يا جماعة؟ طيب خلينا الآن نيجي، أو مثلا نسولها جدول لحالها، أو مثلا نيجي بنضيف حقل، يعني هنا كوست الحركة، بحد الحركة المجموع حتى الآن، يعني لما عملت هذا الحركة كديش ضل معاي، تمام، وبتخزنها. وهذه انا بفضلها عشان موضوع النسخه الاحتياطيه، انه يكون موجود عندي لما ارجع البيانات قديش موجود معي مصاري. طيب الان بدنا نيجي لجدول اخر اللي هو جدول المصاريف. جدول المصاريف يا جماعه، يعني انا بدي اشتري جره غاز للمكتب، انا بدي ادفع بنزين للسياره، مش هاي مصاريف؟ فبالتالي هذه المصاريف لازم تنحذف من داخل قاعده البيانات. يعني خلينا نضيف 1000 عشان برضو نشوف حذف ولا ما حذفش. لازم تنحذف من داخل الصندوق. يعني انا معي مصاري 1055، دفعت 55 بنزين، لازم يضل معي مصاري 50. فبالتالي صفحه المصاريف راح تكون مربوطه مع الصندوق. من خلال ايش مربوطه؟ من خلال التيني داتابيز اللي هو احنا سميناه البوكس داتابيز، تمام. علشان هيك انا ضفت البوكس داتابيز. وصلت الفكره؟ هسه خطوه انه تضيف البوكس داتابيز في داخل الجدول اللي اسمه بوكس، هي عليكم انتو. بتنشئوا جدول اخر اسمه بوكس، تعمل اول شيء دروب للبوكس هذا او للجدول، وبتنشئوا جدول اخر اسمه بوكس وبتضيف فيه الحقل، وبعدين البيانات تعملوا لها جيت فاليو، وبصير بدل يعني هون بنضيف هيك وحده هيك وحده، وبتصير هذه تصب بيانات في داخل هذا، وهون طبعا بنضيف حقل اخر. وصلت الفكره؟ وصلت ان شاء الله انها وصلت. طيب بنرجع لفكره جدول المصاريف. فبالتالي جدول المصاريف بده ياثر ويتاثر في جدول البوكس. خلينا نيجي على جدول المصاريف. هذا جدول المصروف. طبعا جدول المصروف مش كامل، كثير من الامور انا هاي شكله هيك بيكون شكله، تمام. كثير من الامور انا نفس الامور اللي شرحتها، فبالتالي بدي امر عليها مرور سريع بس الجزئيه اللي بتهمنا. هاي عندنا هون اون سكرين دوت انشالايز، جيب لي التاريخ كذا، عمل لي هاي الامور، هيش اصلا شرحناها. ثم اظهر لي او جلب لي او اعمل لي كول للداله اللي بتنشئ لي هذا الجدول، تمام. الدالة اللي مخزنة او اللي اسمها تيبل 2، هاي دالة التيبل 2 اللي احنا عارفينها بالتفصيل وشرحناها بالتفصيل، بس اللهم انه اللي بيختلف اسماء الحقول عند التفاصيل والمبلغ. الان انا لما انشأت الجدول في داخل قاعدة البيانات برضو استعملت الاوتو انكريمنت، فبالتالي هذا الكود البرمجي اللي خاص فيه كرييت تيبل، هذا التيبل سميته مصروف، طبعا يعني كلمة عربية بس في احرف انجليزية عادي مشوا ليها، يعني انت كمبرمج تختار التسميات اللي على هواك، تمام. بيحتوي على حقل مفتاح اساس اسمه بيكي من نوع انتجر، بيحتوي على المبلغ والتفاصيل انتجر تكست. الان البرايمري كي اللي هو عبارة عن البيكي، وهذا البيكي اخترته اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت يعني توجع ليش راسي في قصة انا اسوي عداد، سوي عداد لوحدك، تمام. وبدك تسوي عداد، شرحنا كيف بدنا احنا نسوي عداد، والعداد في هذه الحالة لازم يكون موجود في داخل الذاكرة وفي داخل قاعدة البيانات اللي هي راح تكون تيني داتابيز او اي اشي ثاني، لانه في داخل الذاكرة لما تعيد تشغيل البرنامج بتنحذف، بس اذا كانت في داخل قاعدة البيانات بتضلها محفوظة، تمام. هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية طبعا هذه دالة التابل جهزناها. بنيجي للخطوة المهمة. طبعا هنا في نقطة مهمة انا ما حكيت لكمش اياها، لما انت بدك تحذف جدول تحذف جدول البوكس، هذا البوكس، لما بدك تحذف جدول البوكس في عندنا هنا دالة
بوتون 1 وين البوتون 1 دالة حذف الجدول. على كل لما بدك تحذف جدول البوكس بتضيف ديليت. خلينا نروح على مصروف، خلينا نورجيكم اياها لانها موجودة الدالة، مش هقعد اسويها كمان مرة. هذه دالة الحذف، ما تنسى انه تيجي برضو هون على البوكس داتابيز وتعمل كلير اول، تمام؟ تعمل كلير اول لانه بدي يحذف بيانات الجدول والقيمه اللي موجوده في داخل التيني داتابيز برضه تابعه على جدول البوكس، فبالتالي ما تنسى تعمل هذا الاشي في جدول البوكس. طيب لما احنا بدنا ان نيجي هون نعمل نعمل اضافه، هذا البوتون بدنا نضغط عليه بده ياخذ هذول البيانات ويحفظهن في داخل قاعده البيانات، ثم بده المبلغ اللي موجود هنا ينقصه من جدول البوكس لانه انا دفعت مصروف، دفعت مصاري، فبالتالي المصاري اللي معي قلن، تمام؟ خلينا نستذكر كمان مره انه انا عندي في البوكس هون، هذا البوكس عندي انا قديش مصاري 1055، تمام؟ فبالتالي اي حركه هناك بدها تاثر على الشغل هون. اول شيء باجي على هذا البوتون، هذا البوتون ايش اسمه؟ بوتون 2 دبل كوبي. طبعا انت تسمي البوتونز حسب، يعني هذا مثلا سيف بوتون، بي دي اف بوتون، بس انا يعني مشان خلص يعني بدي اختصر وقت، بس انت الصح انك تعمل هيك، يعني انا غلطان. نيجي هنا وين بوتون دبل كوبي، اسمه بوتون 2 دبل كوبي، هذا البوتون 2 دبل كوبي دوت كليك. اكيد شو بده يعمل؟ بده ياخذ القيمتين اللي دخلهن المستخدم ودخلهن في داخل الجدول اللي اسمه مصروف في داخل هذول الحقلين من خلال الاستعلام انسيرت، ثم هنا بده يسكر الديالوج. هذا احنا عارفين. الان خلينا نسوي متغير لانه رح يلزمنا هذا المتغير بدنا نسوي عمليه حسابيه، او خلينا نسوي العمليه الحسابيه بعديها نسوي المتغير، يعني قبل ما يحفظ لي البيانات في داخل الجدول. انا في موجود عندي هنا ضفت انا تيني داتابيز وسميتها بنفس اسم الداتابيز اللي في البوكس، لازم نفس الاسم بوكس داتابيز، عادي بضيف تيني داتابيز عاديه وباجي بعملها رينيم، هيها بضيفها ومن هون باجي بعملها رينيم، تمام؟ وبسميها لازم بنفس الاسم بالضبط عشان يتعامل معاها نفسها. وهذا الحلو في التيني داتابيز انه بيحفظ البيانات، البيانات بتكون لوكال، فبالتالي بتستطيع تستدعيها من اي شاشه وتتحكم فيها من اي شاشه لوكال عامه. الان خلينا ضفنا هنا وين بوتون دوت كليك. اول شيء بدي اجي اعمل جيب لي القيمه اللي موجوده في داخل التيني داتابيس جيت فاليو. وخلينا نرجع على البوكس، التيني داتابيس في داخل البوكس احنا حفظناها او البيانات. اجاني تليفون، معلش حكم علي يعني. الان انا القيمه تبعت قديش معي مصاري خزنتها في تاج اسمه اس اي ال، تمام؟ فخلينا نرجع على مصروف ونيجي هون التاج نسميه جبلي القيمه اللي مخزنه في التاج اللي اسمه اس اي ال. الان قديش معي مصاري؟ بدي ادفع مصروف معين، فبالتالي بده ينقص من المصاري اللي موجوده معي، تمام؟ فبالتالي هون بنيجي على الماث ونيجي من كله جلب لي هذه القيمه ونقص لي منها القيمه اللي دخلتها في هذا المكان اللي هو المبلغ المدفوع. هذا المكان اسمه تكست بوكس 5 كوبي كوبي او دبل كوبي، فبالتالي بنيجي هون على التكست بوكس، هذه التكست بوكس اي وحده مش مشكله، هاي بنجيبهم ونعدل عليها. اول شيء لازم تبقى دوت تكست، وهون عندنا تكست بوكس 5 دبل كوبي، تمام؟ بدي تجلب لي القيمه اللي موجوده في داخل المتغير او القيمه اللي مخزن فيها قديش معي مصاري وتنقص منها قديش انا دفعت مصروف. ثم خلينا نسوي متغير افضل من موضوع المتغيرات بريح، متغير نوعه رقمي سميه ايش ما بدك، تمام؟ وهذا القيمه تخزنها في داخل هذا المتغير، تمام؟ وبعديها رح يلزمنا ايش؟ رح يلزمنا انه النتيجه نرد نخزنها في داخل قاعده البيانات، يعني كمان مره.
جبنا قاعدة البيانات أو الرقم، لنفترض أنه هذا الرقم 1000 وإحنا بدنا نصرف 50، فبالتالي بنقول 1000 ناقص 50. الآن 1000 ناقص 50 يساوي 950. هذا 950 راح تصير قيمة البوكس، يعني أنا نقص من عندي 50، فبالتالي ضايل عندي 950. علشان هيك الصندوق راح يصير معاي 950، فبالتالي راح نخزن في داخل الصندوق النتيجة أو الناتج. علشان هيك راح نيجي هون نحكي له ستور فاليو، الفاليو اللي بدنا نخزنها اللي هي نتيجة هذه العملية الحسابية اللي مخزنة في داخل هذا المتغير. فبالتالي باجي بقول له اجلب لي القيمة المخزنة عندك value to store وخزن لي إياها في التاج اللي اسمه seller. هيك جاهز الأمور. بس يعني أحيانا طبعا بعدين إحنا لازم نضيف هيك. خليني أنبهكم لشغلي، إنه دايما طبعا دايما لما بدك تعبي بيانات، إذا متذكرين كنا نيجي هنا ونقول له إذا كانت هذه في اليوزر نيم في الباسورد، إذا متذكرين كنا نيجي نحكي له إذا كان هذا التكست بوكس فارغ، وإذا كان هذا التكست بوكس فارغ نفذ لي العملية التالية اللي هو مثلا طلع له رسالة ممنوع يكون اليوزر نيم والباسورد فارغ، وإلا كمل هذه البيانات. الآن هذه الفكرة فكرة تجميلية، تمام؟ ثم أحيانا البرامج بتطلبها، فبالتالي هذه الحركة لازم دائما تعملها، تمام؟ فعلشان هيك خلينا نيجي هون نقول له if إذا كان، وبعدين إذا كان التكست بوكس اللي بدي أعبي فيه قيمة وبدي أسوي فيه العملية الحسابية هاي دبليكيت، إذا كان هذا التكست بوكس is empty، هاي is empty، تمام؟ اعمل اي اشي، ما في اي مشكلة. يعني مثلا انا عندي هون ليبل التجريبي اللي هو ليبل 1، فبالتالي باجي بحكي له set label 1 dot text، اي شيء من label 1 راح تبقى مخفية، تمام؟ باجي بقول له set label 1 dot text، و اي شيء بدي اياه بكتبه، مثلا بكتب اي شيء else، سوي لي هاي الخطوات، تمام؟ يعني هذا الموضوع مش أمر تجميلي بقدر ما إنه أحياناً بيكون حل مشكلة ممكن تظهر معك في البرمجة، تمام؟ يعني ممكن أنها تظهر معك اللي هي empty string أو إشي هيك، يعني بجيب لك كلمة empty، تمام؟ لعند هون. طب خلينا نشوف شغلنا صح ولا لا ونجرب البرنامج. إحنا متذكرين إنه عنا في البوكس، متذكرين عنا في البوكس 1055. طيب خلينا نيجي على المصروف، هذا هو المصروف، وعند المصروف بدنا هاي إضافة مصروف، تفاصيل مثلا فاتورة مياه، ووتر، وفاتورة المياه 55، وبدنا نيجي نعمل له حفظ. طيب طبعا لاحظوا معي انه هون 5 اللي هي المفتاح الأساسي، قاعد بضيف لي قيم، بضيف لي قيم. وبعدين خلينا نيجي هون عند البوكس، لاحظوا معي انه نقص 55 وصار 1000، فبالتالي اتأثرن في بعض. لعند هون ان شاء الله بنوقف ونكمل في درس اخر. الله يعطيكم الف عافية.